قم قم يا ضباع، قم قم. حك يا رجل، أنا ما أقول لك، دعني. مصيبة يا ضباع، مصيبة. ريحك، ماذا جرى؟ الشيخ الذي لجأ إليه اليهودي البارحة قبعه الله خرف أثول. بل أنت الأثول والله، إنه قاضي المرستان أبو بكر الأنصاري. ويحي إن كان ما تقول. كيف علمت ومن أخبرك؟ كنت مع خالد في المسجد فرأيته هناك والناس تجله، سألتهم عمن يكون فأعلموني فتواريت وأفلت راجعا. حتى وإن كان، فما شأنه بنا؟ أما أسأت إليه البارحة منذ رأيته ويدافع عن ذلك اليهودي وأنا غير مطمئن، فكيف وهو القاضي؟ اهدأ يا رجل، اهدأ يا رجل ولا تجبر. لو أراد بنا شرا لبتنا ليلتنا في السجن. أعلم هذا، ولكن يا سعد، يا سعد، من كان يحول بيننا وبين خالد ذهب إلى رحمة الله، خالد وتجارته بات بين أيدينا، فتماسك ولا تجزع. ما فعلناه البارحة عن غضب لن يأخذنا به قاضيك هذا. ليت الأمر يكون كما تقول، ليت كما تعرضت له. السلام عليكم الله وبركاته. أبا بكر، سلام الله عليك يا أبا قتيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلني اليوم 1000 درهم من المال و19 غطاء ثمينا أدخلتها الوقف وكتبتها في السجل. 19؟ ولما لم تردها؟ يبدو والله أن في الأمر ريبة يا أبا قتيبة. أي والله، أتى بهم مولى لم يفصح عن اسم سيده ولا يحمل كتابا بما أرسل معه. ولما لم ترددهم حتى يأتيك بكتاب أو تمضي معه حتى تتحرى من صدقه؟ وضعهم أمامي وأفل مسرعا فما استطعت تركهم واللحاق به، خفت أن يراهم أحد فتحدثه نفسه بسوء. خيرا فعلت، ضع مكانك من تأتمنه واخرج إلى السوق بواحد منها واسأل عمن اشتراهم. وهل سيذكره البائع؟ من يشتري مثل هذا العدد لا يجهله تاجر. ثق بقلبك يا صاحب القلب التقي، والله والله إن لفي الأمر ريبة. وهل عرفت كيف مات أبو خالد؟ أجل، لكني لن أتعجل الحكم، أمهلنا الغدي لآتيك بالخبر اليقين. لك ما شئت، لابد أن يكون الحكم قاطعا لا ريب فيه. خيرا يا أبا بكر، ماذا بك؟ وماذا بشأن يوسف؟ خيرا يا أبا بكر. رافقاه إلى محبسه. قلت رافقاه، إنه طبيب يداوي الناس وليس بقاتل. ما دمت كذلك فلما تحبسني؟ لأنك خالفت واجبك، وقد تكون سببا في موت رجل، فلا بد من حبسك حتى نتبين الأمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ظهر الحق وأمسكتم بالقاتل؟ ليس بعد، فغدا إن شاء الله سيكون الحكم. أولم تتبينوا؟ أين ستبيتون الليلة؟ البارحة بتنا خارج المدينة، سنبيت الليلة هناك إن لم نجد مكانا في الخان. إن أردتم أعطيتكم غرفة في البيمارستان. لا، لا طاقة لي على البقاء هنا. كما تحب يا بني. أي يا هذا، أأنت مسلم أم من ملة أخرى؟ بل مسلم والحمد لله. لما تسأل؟ عجيب، ما عهدت مسلما يأتي إلى المسجد ثم يمضي دون صلاة للجماعة. ربما يكون لديك عذر حين تقف بين يدي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت بأنك حبست يوسف. هذا شأن القضاء، فلا تحدثني فيه، حدثني فيما كلفتك به. ما تركت تاجرا إلا وسألته، أنكر الجميع. لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى التجار ضيعوا الأمانة. وماذا نفعل؟ اسمع، أرسل إلى الوالي. لا، اذهب إليه بنفسك وسل. إن كان قد أرسل إلينا وقفا، قل له جاءنا وقف بغير كتاب، فإن سألك لا تزد. ولما الوالي يا أبا بكر؟ قد يكون الأمر أهون مما نظن. أبا قتيبة، هذا مال المسلمين، بل مال الناس جميعا، ونحن مؤتمنون عليه. ماذا لو كان العبد أخفى الكتاب ليبقي لنفسه غطاء عز به عليه سيده؟ وهل هذا حلال له؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. أبا قتيبة، تلك سرقة، والسرقة حد من حدود الله، من جاوزه فقد أثم، عبدا كان أم حرا. أتحب أن تقف يوم القيامة وجميع المسلمين قصوم لك، وأنت تقف بين يدي الله العادل الذي قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الرحمة لمن خشي واتقى، وليست لمن خالف وعصى. ثم تأتيني مستنجدا: رباح، لا تقراني في أمر كلانا فيه سواسية. أما وجدت غير عبد غبي تستعمله في هذا؟ دعنا مما حدث وفكر لنا في مخرج. قاضي المارستان إن وقع على شبهة ما تركها، ولولا أن التاجر صهيبا مخلص لي وأخبرني بأمر أبو قتيبة
لكنا الآن بين يديه يقيم علينا الحد. لولا أن ذكاءك أشار عليك بالأغطية لختمت لك كتابا جديدا تدفعه إليك كل مرة فينقضي الأمر. وماذا لو وضعتها في كتاب؟ الولاية لا توقف لهم سوى المال. الأفضل أن نضع الأمر بعيدا عنا. وإياك إياك أن تقع عيونهم على ذلك العبد الغبي. اذهب الآن، اذهب الآن، اذهب الآن. أهلا يا أبا قتيبة. أريد الدخول على الوالي في أمر عاجل. خيرا يا أبا قتيبة، ما الأمر العاجل؟ سر لا أملك البوح به. حاجب تحجب عنه الأسرار؟ أنسيت يا رجل أنني حاجب الوالي وبيت أسراره؟ وأنا كاتب أبي بكر وأمين أسراره، ووالله لا أبوح بأمر ائتمنني عليه. نعم الرجل أنت يا أبو قتيبة، ولو أنك وصلت متأخرا. ماذا تعني؟ خرج الوالي ولا أظنه يعود الليلة. أدخل الطعام يا فتاة. علمت أنك لم تأكل بعد فجئتك كي نأكل معا. لم أسجن من قبل فعزت على نفسي وما عدت أطيق الطعام. يوسف الصديق سجن ظلما عند عزيز مصر، فما زاده السجن إلا علوا وتكريما. هذا الطعام حق لجسدك فلا تمنعه هذا الحق. لا أشعر بالجوع ولا قدرة لي على الطعام. على أي حال لقد جئت كي أفي بوعدي، ولكن كما تحب ربما يكون في وقت آخر. أي وعد؟ أن أتم لك القصة. أي قصة؟ قصتك؟ السلام عليكم يا أهل الدار، يا أهل المكان.
الحمد لله. استزد. الحمد لله رب العالمين، اكتفيت. بعد بضعة أيام ستصل السفينة إن شاء الله وستعود إلى ديارك. لا تشغل بالك، أنت ضيفي، فقلما يكرمنا الله بضيوف على هذه الجزيرة. ألم تدخل صلاة العصر؟ بلى والله، لعن الله الشيطان، كيف شغلنا؟ فأين هو المؤذن؟ أنت تنظر إليه، ألك قوة على الأذان؟ أجل، هل أذنت لنا؟ فإن نفسي تتوق إلى أذانكم أهل مكة. حب المكرمة. نزلت على رغبتهم وأقمت الصلاة. اسمع يا أبا بكر، مات عنا إمامنا رحمه الله منذ مدة، وليس فينا من يتقن التلاوة. هل بقيت بيننا تعلمنا القرآن ونجعل لك مالا تعود به إلى أهلك؟ فأنت كما أخبرتني ركبت البحر لتتكسب رزقك. لا يوجد غير هذه النسخة من كتاب الله. لا يوجد هنا من يتقن القراءة. هذا كتاب الله، كيف لا تحفظونه؟ هيا أحضر لي ريشة ودواتا وورقا لأنسخ نسخة جديدة. أو تتقن الكتابة أيضا؟ نعم والحمد لله. اعلم أن لديك عملا جديدا بعد أن تنهي نسخ القرآن إن شاء الله. عن أي عمل تتحدث؟ لن يدعك الناس حتى تعلمهم وأبناءهم القراءة والكتابة. والله لا شيء أحب إلي من تعليم الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع أن تتخذ عليه أجرا. وبدأت أعلمهم القراءة والكتابة، فتحسنت أحوالي وأصبحت لي دار خاصة بعد أن كنت أقيم في المسجد. وجمعت ما تملك من هذا؟ لا، بل كنت أجمع ما أحتاج من مال لرحلة العلم التي كنت قد عزمت عليها. في هذا الوقت عرضوا علي الزواج من فتاة يتيمة حسنة الخلقة والمنبت، ولكنني رفضت. ما قصتك مع الرفض؟ العقد وقلنا أمانة، المكافأة ما زلت أبحث لك عن عذر فيها. عروس جميلة وغنية ترفضها؟ أنت تعرف حال طالب العلم، كل يوم هو في بلد ونادرا ما ينام، وقل ما يجد قوته، فكيف لي بأسرة أكون مسؤولا عنها؟ هل دللتني على هذه الجزيرة؟ فحتما يحتاجون طبيبا بارعا
مثلي. أتقن كل شيء، كل شيء إلا الرفض لا أتقنه أبدا. لا تتعجل، فلم يجد معهم رفضي وأقنعوني بالزواج. وفوق هذا يحتلون عليك لتوافق؟ لابد لي من زيارة هذه الجزيرة. ما كان هذا عهدنا بك يا أبا بكر؟